في ايه؟ برأي يا بنت ولا انت هو في سكر في الجمعيه ولا ايه؟ السكر نزل؟ يا ولد الكلب ما بيقولوش لحد حاجه. سكر ايه يا خالتي؟ سكر ايه؟ الحكومه بتهد التراب على اللي فيها. قلتي ايه؟ الحكومه بتهد التراب. يخرب بيتك. هاتي دي. ادي. خد ارفعي عينك فين اللي جابوكي؟ الحقوني. اقعدي هنا ما تتحركيش ما تجيش ورايا. يا لهوي. ادوني توك توك شوفوني مشروع. ايه ده؟ قلبك حنين على الميتين قوي. الا ما شفت قلبك ده على العايشين. ده مش حافظه الفتحه الاخيره يا جماعه. وفر كلامك يا خضر. خلاص خلصت. مين قال بس ان انا جاي احكي في المحكي؟ انا عندي طلع في السهل الممتنع وفي ملعبنا. انا خلاص طلقت الطلعات بالتلاته. واضح ان انت حبيت الطلاق غويته. مين اللي قالك؟ ده انا حتى ناوي اتجوز. تتجوز؟ طب ما تقولي مين وانا مش هقول لحد. حنة خضر. اه حنة. بقولك يا اخويا، هي تمثيليه حنة دي كام حاله؟ ولا هي تركي ما بتخلصش، ولا هندي، ولا ايه؟ ولا اقول لك انا؟ اصل انا شفت التمثيليه دي قبل كده وعارف نهايتها. حنة هتخلص عليك، هتخرب بيتك وتعيشك في جحيم. اديني قلت لك النهايه، لسه برضه عايز تكمل التمثيليه؟ هتخلص عليا ليه وتعيشني في جحيم ليه؟ تكونش هتولع في بيتي ولا تكونش هتموت ابن خضر؟ ولعلمك انا فرحي على حنة كبير بكره بالليل، وعاوزك تبلغ امك والحته كلها لاني ناوي اعمل لها ليله يحكي ويتحكى عنها الخلق. اهو قال له عوضها عن المرار والهم اللي شافته. مبروك مبروك يا اخويا. تاني يا عيشة، مش كنا خلصنا من الموال الأزرق ده؟ موال أزرق عشان عايز أعطر في ابني؟ يا عيشة ابنك في البيت، ابنك ده اللي لما تاه منك كنت متشحتفة عليه وكنت عايزة تموتي نفسك وراه. لا أنت مفكر إني ما بقتش أحب فارس ولا عايزة أفرط فيه؟ يا بنتي ما يبقاش ابنك على كتفك وتروحي تدوري عليه. يابا ما هو اللي على كتفي ده مش ابني، أنا ابني تايه مني عشان خاطر يابا ساعدني الاقيه. اساعدك عشان تاذي روحك بروحك؟ يوه طب خدني بس على قد عقلي. الورقه دي فيها اسم العيله اللي عندهم الواد، انا كل اللي عايزاه منك تعرف لي عنوانهم لانهم ناس علوي قوي انا مش هقدر عليهم بطولي، انا ماليش غيرك. والنبي يابا اتبرد النار اللي جوايا. اهدي يا بنتي اهدي. حاضر حاضر انا هتصرف. ربنا يخليك ليا. ربنا يعمل اللي فيه الخير. يا لهوي يا خرابي، ما هم ماتوا، هتموتوهم تاني؟ بتشيلوا الميتين ليه؟ عملوا دوشه؟ يا لهوي، هيشيلوا ميتينكوا؟ شالوا ميتينكوا؟ هيشيلوا ميتيننا احنا كمان؟ يا جمعه الاقيك فين يا جمعه بعد ما يشيلوك؟ يا جمعه يا لهوي يا جمعه يا حبيبي، عايز عظمك يا اخويا ان شاء الله في قفة. عايزاك يا جمعه عايزاك. كل واحد يشوف ميتينه. يا لهوي يا لهوي يا جمعة. بسم الله يا ساتر يا رب. حبيبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا قلبي يا قلبي يما الحمد لله.
تعال. انا مش شايف حاجه. تعال. ماشي اديني جاي اهو. يلا قربت من المفاجاه. لا والله والله قربت من المفاجاه. ايوه بجد. حاسب لا تقع. هي دي المفاجاه؟ لا. ايه رايك في المفاجاه؟ ايه ده؟ ده محل عم عباس. ده راجل سكره ومهود وعسل. عم عباس؟ ايوه. ده بقاله سنين مش راضي يأجره لأي حد في الحتة. عشان تعرف بقى إن أنا أهم من كل الحتة بتاعتكم. أنتِ أهم حاجة في الدنيا. يا رب يرزقنا بالخير يا رب. بقول لك إيه، استنى، أنا دفعت كل اللي حلتي في حتة المحل ده، دفعت إيجار ودفعت تأمين، معيش ولا مليم خالص. أنا مش عارف هتوديني وراك فين يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يوسع رزقكم يا رب. طب كفك، طب خدوا تاني. خير يا رب. محتاج شغل. لو في حاجة تسيبنا عندكم يا ريت والله تشغلوني معاكم. ماشي، بس احنا لغاية دلوقتي يا حاج مش عارفين هنشغلوه ايه، بس نوعدك لو عندك نمرة التليفون اديها لي، وأقوم ربنا كده يكرمنا ويرزقنا ونفتح هنكلموك على طول. طيب ماشي. هذا التليفون بتاعي. ورقم مميز كمان. ماشي ماشي يا حاج. ربنا يوسع عليكم يا رب. وعليك. ربنا يوسع عليكم. متشكرين جدا. متشكرين جدا. ادعي لنا. ربنا يوسع عليكم يا رب. شفت بقى، دي علامة من ربنا. ربنا يا رب يجعلك السبب في رزق الناس بالحلال. طب وهنعمله في ايه بقى المحل ده؟ هنعمله جميع انواع السندوتشات. انت معاك اكبر شيف في اسكندريه، هنبيعه الناحيه دي لبتوع المشاريع والتكاسي، والناحيه الثانيه هنبيعه لبتوع المدارس بقى، لعيال الطلبه والمدرسين والفراشين. شايف كم باب رزق مفتوح على بعضه؟ ومن الناحيه دي هناكله السمك، صح؟ عملت كل ده امتى بس يا بنت اللذين؟ هو انا بعمل حاجه غير ان انا بفكر فيك؟ أنا نفسي تبقى أهم وأحسن واحد في الدنيا دي كلها يا مسام. خير. خير يا حلمي إن شاء الله. من ساعة ما قعدت وأنت عمال تلف وتدور، في إيه؟ تعالى معايا في العدل. بصراحة كده أنا في موضوع عايزك فيه، بس أنا بقى إيه؟ محرج قوي منك خالص يا بص. محرج؟ مش أنت يا فوزي اللي بتنزل لي بالبرنس؟ أمال لو مش محرج كنت نزلت لي بإيه؟ يا فوزي ده الجست بيشتكي منك ومن شقاوتك. يا فوزي ده انت راجل زئ. يا فوزي ده انت وولف بالانجليزي. خلاص بقى يا بص، انسى الموضوع ده، خلينا نعرف نتكلم في اللي جاي. طب انت وعموما يعني الموضوع مش ليا. هم اللي مين؟ لعيشة. عيشة؟ خير؟ ده عيشة طقم، مالها؟ فيها حاجة؟ قولي. هو كل الموضوع ان هي عايزة تعرف عناوين ناس ومش عارفة توصل لهم، فقلت أسألك يمكن تعرف تجيب العناوين دي. ناس مين؟ حد برازيها مضايقها؟ قول لي احنا نخلص بره بره. الموضوع كل الحكاية يعني يخص فارس ابنها. العبارة أبو عيشة. أقول إيه؟ البنت اتجننت. اللي طالع في دماغها إن الواد فارس ده لا هو ابنها ولا ابن نصار. عم فوزي. نعم. افرد ظهرك كده وفرنط لي الموضوع ده كارت كارت على الرايق. ايه بقى في ايه؟ انت حاضر. سايق عليك سيدنا النبي، ما تزعل مني. عليه الصلاة والسلام. ساعة شيطان وراحت لحالها. بعدين ما انت مربيني وعرفت لما بتخلق وبغضب بعمل أي حاجة، ولو ما كنتش أنت تستحملني مين اللي هيستحملني؟ خلاص بقى راجل عجوز. احمد ربنا أنني ما عملتهاش معاك. ده أنا مرة واحد طول بعرض قدك يجي خمس مرات غلط هي ربع الغلط اللي انت غلطته، مسكته وثبته ورميته على الارض وحطيت دماغه تحت رجلي وهو قاعد يصرخ ويقول حقك علي يا حاج خميس، سامحني يا حاج خميس. انت عملت كده؟ كان نفسي اعمل كده. بس انا طول عمري طيب وبسامح، ما انت عارف. طب ايه رايك بقى ان انا مش جاي اعتذر لك، انا جاي اعزمك. يعني فرح على حيننا بكره،
محدش هيشهد على عقد غيرك عم خميس. يا ابن الكلب يا ابن الكلب تعال في حضني انا. مبروك مبروك يا نصر. الله يبارك فيك عم خميس. الف مبروك يا ابني، يتمها لك بالخير يا حبيبي. بس انت عارف يا نصار انا ماليش في الافراح ودوشتها. لا الكلام ده مع الناس الغرب، معايا انا لا بلاش، عشان اللي بتقول عليها بنتك حنه. ده انت هتيجي وهتتحزم وهترقص وهنقطك. هحاول. هتحاول تيجي؟ لا هحاول ارقص. انا ما كنتش ارقص في فرحك، هرقص لمين يعني؟ يا سلام. عارف يا نصار؟ انا اول ما شفت البت حنه دي قلت في عقلي بالي ان دي اسمتك ونصيبك. البت دي جدعه قوي، بتحبك بتحبك قوي. يا واد اوعى تقل معاها يا نصار. حاضر. شيلها في حباب عينيك يا ابني. حاضر. البت دي كده كده سناني. ها انا من زمان يا واد. يا عم خميس يا قديم يا معتق يا حلو، خد بقى التقيله. المحل؟ الله، ده انت اللي مليت دماغها بقى. امال مين يا واد؟ بس الشهاده لله، البت دي قيمه راجل، دي دفعت دم قلبها وشقى عمرها في المحل. عشان كده نفسي يا نصار ربنا يكرمك ويهديك ويفتح قلبك للتوبه عشان البت تنبسط وتفرح. مش عارف عم خميس. هتعرف وهيحصل. ده انت مالي ايدك قوي بقى. ايوه مالي ايدي قوي، قلبي اللي قعدت انحر فيه سنين عشان ربنا يهديك وما نفعش، جت البت حنه دي في يومين ثلاثه ونفعته. يبقى ايه؟ يبقى هيحصل ولا مش هيحصل؟ لا هيحصل ان شاء الله.